المجد للرب بكل تكه. في صلاة كتير حلوة بتمرق معنا بالليتورجيا المارونية بتقول فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك بكل شيء. هي رائعة الصلاة فكرة، فعن جد أنا عطول بصليها من قلبي، لأنه بطلب من الرب أنه حيلا شيء بنعمله، حيلا شيء بالحياة بنعمله بيتمجد هو من خلاله. يعني إيش ما عملت أنا بحياتي دايما بيطلع المجد دغلي للرب. حتى اليوم وقت كنت بالكنيسة هيك عم بوعظ والناس عم تسمع لي، هلا الناس يمكن كتر خير العالم وكتر خير الجميع بينبسطوا بالخور اللي عم بيوعظ بمحبة بعنفوان بشو بيسموه هيدي باندفاع هيك بيبقى عفوي كمان بينبسطوا فيه كتر خير عليه وهالشغلات ما كتر خير عليه. بس الكاهن بس يكون عم بيوعظ في محل معين في شعور جواني عم بيمجد الله، يعني العالم عم تسمع كلمته، العالم عم تسمع صوت يسوع المسيح من خلال الكاهن. هلا مش وعظة الخور اللي بتبقى حلوة، أنا لا أؤمن بها هالشغلة، هلا بغض النظر عن العالم هيك بدها تقول، بس هي مش وعظة الخور هي الحلوة، هو الرب حلو عن جد، هو الله حلو. يعني أنا بسأل حالي مرات إنه مرات كتير إذا أنا بس أوعظ العالم ومثل الدكتور كهني مثل الدكتور بترجيكم ما المجد للرب، مش عم بحكي حالي أنا بس إذا أنا بس كون عم بوعظ مرات العالم بتبقى مرات منسجمة مكيفة عم تسمع بتقول أبونا عن جد وعظتك حلوة كلم الرب شو. إذا أنا هيك والعالم منبسطي وعم بحكي عن مين؟ عن يسوع، مش عم بحكي عن حالي، عم بحكي عن يسوع. فكيف هو شخصيا وقت كان يحكي يعني كيف كان يولع العالم معه؟ ما أصلا الإنجيل بيقول وكان الشعب مولعا بالاستماع إليه، عن جد هي شغلة رهيبة. يعني إذا أنا عم بحكي عنه والعلم مكيف فكيف هو شخصيا عم بيحكي؟ عن جد نعمة من الله. كان الإنجيل اليوم عن سكة العشار، عم نحكي إنه هلا هي بالفعل في شغلة أنا بتعجبني كتير بها النص على فكرة، لأن النص كتير غني. إنه زكا نزل روح تمشي يشوف منو يسوع، إنه بيعرف عم يسمع عن المسيح كتير أخبار كتير منيح. طيب بدي شوفه، سمعت كتير أخبار عنه، بس حشرية زكا خلته يروح يشوف المسيح. يعني حشرية مرات الإنسان ما بيكون قاصد بس بتصير، لأنه الرب بيستعمل مرات حشريتك، بيستعمل مرات شيء صغير عندك مجرد أرجيني إنك بهتم أنا بجيب الباقي. رهيب الرب كيف مرات بيطلع بيلوي هيك عندك ربع بالمليار خلص عندك يوم أنا الباقي علي، بس أنت بلش من عندك اهتم شوي زكا ربح الخلاص. والرب أكرم بكتير مما نحن متوقعين. زكا فكر حلو عطى نص امواله، طيب استرك النص الثاني يمكن لقاله، ووعد انه الرب ومن كلمه وزلمي صادق، زلمي صادق عم بيقول له للرب انا بعطيهم واذا حدا غلط شيء مستعد اسقط زياده. طب بس الرب اكرم من هيك، الله عطوه الحياه، عطوه كل شيء. مجرد ما انه الرب موجود ببيته زكا انتصار تاريخي، انتصار تاريخي لكل شخص بيأرجي الرب شوية اهتمام، رب دغري بيفوت على قلبك. والحلو انه زكا بيقول بطريقة معينة انه يا رب وقت شاف العلم عم تحكي برا ايه اخذ دخل اليبيت عند رجل خاطئ طلع لقى يسوع بفروني معه، شو بده بحكي العلم؟ العلم بده تحكي، شو بده بحكي العلم؟ زكا ايام هالشي وقت لقى يسوع بفروني معه سام وصر انه يفوت على بيته زكا ودخل وقعد بالصالون. زكا كأنه بينه وبين زيته عم بيقول انه يا رب انت ما بفتت عبيتي، انت اول شيء فتت على قلبي، غيرتني، يعني اجبرتني بالخلاص، لانه قوتك حنينك احترامك وجودك حضورك لعبوا الدور كله. توسي يسوع المسيح ما حكي شيء، فقط دخل الى بيت زكا ما عمل شيء. بتشوف النص يسوع ما حكي ولا كلمه، قال له زكا يجب أن أقيم في بيتك، والنص بيكمل بيخبرني وصار الناس يتكلمون مدري بسولي ما رمي رؤمه دخلنا بس ما بيقول يسوع حكي شيء، ما وعظ شيء الحدية تهتك، بس مجرد حضور المسيح بقلب حدا ببيت حدا اهتم بحدا سبب له خلاص. فقط حضور سمحك، رائع الرب. يعني تخيلوا انت بس يفوت الرب
عقلبنا كل مرة بالمناولة، يعني الرب دخل إلى قلبي. واو. بيطلع زكا وبس يشوف الرب ببيته بيقول لهم ها أنا أعطي نصف أموال الفكراء، لأنه حس حاله أنه مغلط، حس حاله بمحل معين أنه قديم عظمة الرب، قديم حب الرب، ما لعب دور أنا لا لعب دغري دور المتواضع الخاطئ اللي حس حجمه قديم حجم الله. فبيقول فعلا ندامة، بيعبر عن ندامته وبيطلب من الرب كأنه معين أنه أنا محتاج الغفران. الحلو أنه المسيح هو اللي بيعطي الحل، المسيح هو اللي بيعطي الحل، مش نحن الحل الابسولوشن هو اللي بيعطيها، مش نحن بنعطيها لحالنا. يعني أنا ما فيني أقول أنه أوكي بقول فعلا ندامي وبروح على المناولة، أنا ما بقدر أني أتخطى تعليم الله وطريقة الله بالخلاص، هذه طريقته هو مش طريقتنا نحن. يعني أنا ما بقدر أقول لك يلا يا زلمة شو بدي أروح من عند الخوري، ما هو خاطي هو، لشو بدي أروح أعترف، خليني أنا أقول فعلا ندامي وبمشي. هذا شيء كتير كتير غلط، كتير غلط. لأنه يوم اللي بيكون أنا ما بقدر أتخطى مشروع الله لخلاصي، زكا بيطلب الخلاص، يسوع هو اللي بيعطي الحل وبيقول له اليوم تم الخلاص لهذا البيت. كل لحظة ندامي الإنسان بيعملها هي يوم خلاصه. والأروع من هيك كمان في عنا النص تبع بزيت لوقا، يسوع المسيح على الصليب مصلوب، الأول واحد يبلش يقول له ألست أنت هو المسيح، خلص نفسك وإيانا ونزل عن الصليب وكذا، والعالم كمان كانوا عم بيقولوا ذات الشيء. الشاب الثاني اللي معهم قال له لا لحظة، نحن عم ننصلب نستاهل، اعترف بخطيته وحكى الرب وطلب منه الغفران، أعطيني أنت الحل يا رب، أنا ما بقدر أفعل. أنا صحيح ندمان بس أنا ما بقدر أعمل شيء، الخلاص بيجي منك أنت. فقال له للرب اذكرني يا رب متى شئت في ملكوتك. هون بيجي الرب بيعطي الحل، الله بيعطي الحل من خلال ايد الخوري، مش نحن. وحتى انا كخوري بدي اعترف عند كاهن تاني، بس لا احنا من هيك. يسوع قال له اليوم تكون معي بالفردوس. اليوم رائعه عند زكا وعند اللص، واثنيناتهم عم بيطلبوا الغفران والرب عم بيقول لهم اليوم، مش صدفه، الله عم يحكي، الله بيعطيك الخلاص. هلا سبب كل شخص فينا يلعب دور المسيح بمحل معين بحياته، بمحل تاني فينا يلعب دور زكا. قال له يا رب مش عطول انا بعطي، عطول بدي كمان مرات بدي اخذ، يا رب اعطيني اني اعيش المسيحيه، انت بس توصل للحظه اني اعرف اغفر، اليوم انا بغفر لك، اليوم بحبك، اليوم طول بالي عليك. اذا نحن المسيحيين، نحن المسيحيين يلي نحن نور العالم وما قادرين نحب او نغفر، مين بيقدر؟ مين اي شريحه بالعالم كله، اي مجموعه شعب بالكون بتقدر تغفر اذا كنت انا المسيحي من يقدر اغفر؟ ما بقى في حدا، تسكر الباب. اذا المسيحي ما بيغفر مشكله، اذا المسيحي ما بيعطي حب في ازمه، في ازمه، في ازمه كبيره، في ازمه كثير كبيره. نشكر الله على كل شيء، نشكر الله على النعمه اللي الله اعطناها، بشكرك يا رب على نعمه الكهنوت، بشكرك يا رب على كل اللي عمل اعطيتني يوم بحياتي، بشكرك يا رب انك وثقت فيي، انك خلتني العب يسوع بمحل معين، اللي طلع حكيه بلساني على المذابح، طلع يا رب امسك الجسد وقول الكلام اللي انا قلته من 2000 سنه وسيك عم تقوله كل يوم. بشكرك يا رب على هالنعمه، بشكر محبتك، بشكرك لانك على طول بتغمرنا باروع الكلمات، بتحوط لنا حياتنا، بتحصلنا يا رب بتعاليمك، بكلماتك، بآياتك الرهيبة، بابتسامتك الدائمة. بشكرك يا رب على كل شيء أعطيتنا إياه، بصلي لك عنيد كل الأشخاص اللي ما بيعرفوا قيمتك ولا اختبروا اللقاء هني وياك ولا مرة بحياتهم فاتوا عمق أعماقهم وقالوا لك يا رب خليني شي مرة ولو دق على بابك افتح لي، ولا مرة طلبوه. بصلي لك عنيتهم، عنيد كل الأشخاص اللي ما عندهم الجرأة يتواضعوا، ما عندهم الجرأة يطلبوا فعل الندامة أو يركعوا عند الكاهن ويعترفوا بخطاياهم. يا رب لابد ما بشي طريقة معينة قلبك، كلامك، حضورك يلمس قلبهم. إذا حضورك
فقط حضورك عند زكا عمل خلاص. فكيف كلامك يا رب؟ خلينا نكون حضورك نحن بالكون. خلينا نكون حضورك وين ما رحنا وين شو ما تصرفنا. انت ريحتك تطلع يا رب. حضورك يكون موجود من خلالنا نحن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. أمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا واردة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وعند ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. شكراً.